بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السلام عليكم. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. كنا في الدرس السابق الاسبوع الماضي أخذنا باب الزهد والورع، والبعض ربما يتساءل هل هناك درس في الأسبوع الماضي. كنا في آخر درس قبل الحج ذكرنا أننا سننقطع أسبوعا واحدا ثم نستأنف، وهو ما حصل. وعلى كل حال الدرس السابق البعض يسأل عنه هو موجود في اليوتيوب، كذا محمد موجود في اليوتيوب وكذلك في الموقع في طريق الإسلام، سينزل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، لكن هو موجود في اليوتيوب الآن. وتوقفنا عند أول باب الرهب من مساوئ الأخلاق، وبعض المصنفين أو في بعض النسخ، نسخ بلوغ المرام، مكتوب باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وكلاهما يؤديان إلى معنى واحد. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه اتبع طريقة العلماء في ذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق، فهو كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب سيتكلم عن الأخلاق الحسنة التي ينبغي للمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يتبعها. وقبل هذا الباب، قبل باب الأخلاق الحسنة، ذكر الأخلاق السيئة التي ينبغي للمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يتجنبها. والرهب أو الترهيب بمعنى التحذير، ومساوئ الأخلاق هي الأخلاق الذميمة، هي الأخلاق الذميمة. أول حديث في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أولاً، أول فائدة في تتعلق بهذا الحديث أن نقول الحديث ضعيف، لأن في سنده إبراهيم البراد، لأن في سنده إبراهيم البراد، وهذا متكلم فيه. وكذلك جد إبراهيم فهو رجل مجهول، ورد البخاري رحمة الله تعالى عليه قال عن هذا الحديث لا يصح. وكذا شاهدهم حديث أنس عند ابن ماجه أيضا هو ضعيف جدا، لأن في سنده عيسى الحناط وهو أيضا رجل متكلم فيه. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على ذم الحسد، الحديث دليل على ذم الحسد، وجاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على ذم هذا الخلق وهو الحسد. فقد قال الله جل وعلا في ذم اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهذا سيأتي الحديث بإذن الله تعالى في آخر هذا الدرس بإذن الله تعالى، لأن هذا الباب يعد من أقوى الأبواب كتاب الجامع، ولذا سنأخذه على درسين تقريبا في قرابة 40 حديثا. والحسد، ما هو تعريف الحسد المشهور؟ ماذا؟ ما تمني زوال نعمة الغير. مجرد ما تتمنى زوال النعمة
فإن هذا دليل على الحسد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول أن الحسد هو كراهة نعمة الله على الغير، كراهة نعمة الله على الغير، وهذا أعم. مجرد ما تسمع بخبر جديد بنعمة على شخص ما ثم تكره هذا الشيء، هذا دلالة على الحسد، هذا دلالة على الحسد. والحسد له مفاسد كثيرة جدا، وفيه اعتراض على حكمة الله تعالى، فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، ومن حكمته أعطى هذا ومنع هذا. وأيضا من مفاسده ضيق النفس، ضيق النفس والعداوة والبغضاء والبغي على المحسود وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي يورثها خلق الحسد، الخلق الذميم. ثم الحديث الذي يليه قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث دليل على أن القوة المحمودة ليست قوة البدن، ليست قوة البدن واستطاعته على صرع غيره من الرجال وغلبته لهم، وإنما الشدة هي في القوة القلبية، في القوة القلبية التي من خلالها يستطيع الإنسان مجاهدة نفسه على دفع هذا الغضب لئلا تنتقم النفس ويستغلها الشيطان في الانتقام الزائد على الحق. ولذا امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله: والكاظمين الغيظ. ثم الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. هذان الحديثان فوائدهما واحدة. أولا نقول الحديثان دليلان على أن الظلم من كبائر الذنوب. من أين أخذنا أن الظلم من كبائر الذنوب عبد الله؟ أنه له عاقبة يوم القيامة، وأنه ظلمات يوم القيامة، فجزاء صاحب الظلم يوم القيامة من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل، كما أنه ظلم فمصيره الظلمات يوم القيامة. والظلمات يوم القيامة هي من حق من؟ من حق الكافرين والمنافقين، من حق الكافرين والمنافقين. أما المؤمنون فإن الله جل وعلا قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. طيب، والظلم له ثلاثة مواضع، يعني محله في ثلاثة أمور: إما أن يقع على الأموال، أو يقع على النفس، إما أن يقع على المال، وإما أن يقع على النفس، وإما أن يقع على العرض. إما أن يقع على المال، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في خطبته يوم حجة الوداع: إن أموالكم وأعراضكم إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. الدماء هي الأنفس، والأموال ثم قال أيضا الأعراض. فمن الظلم في المال أن يأخذ الإنسان حق غيره،
وإذا قيل المال ليس المقصود به فقط هذه الأوراق النقدية التي بين أيدينا، وإنما كل متاع دنيوي هو من مالك. سيارتك تعتبر من مالك، وبيتك يعتبر من مالك، وهذه النقود التي في جيبك هي من مالك. فحينما يسلب الإنسان سيارة آخر أو يسطو على بيته فإنه ظلم، أخذ حقه بغيره، أخذ حق غيره ظلما وعدوانا. هذا الظلم الذي يقع على المال، يأخذ أرضا، يأخذ أمتارا من أرض جاره. وقل مثل هذا في سائر متاع الدنيا. وإما أن يقع على الأنفس، كان يظلمه بجزء عضو من أعضائه، بقطع يده أو أنفه أو أذنه. وإما أن يقع على الأعراض، كالغيبة على سبيل المثال، غيبة تقع على العرض، القذف، القذف يقع على العرض. وهذه مواضع الظلم الثلاثة، وهذا باعتبار موضوع الظلم. أما باعتبار اتجاه الظلم فهو أيضا ثلاثة. فقد يظلم الإنسان نفسه في علاقته مع ربه جل وعلا، وقد يظلم الإنسان نفسه في سطوه على الآخرين وما عندهم، وقد يظلم الإنسان نفسه حينما يسرف في المعاصي والذنوب وغيره. وعلى كل حال، الظلم هو من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا تقدم. ثم قال: واتقوا الشح. إذا الفائدة الثانية نقول: الحديث دليل على ذم الشح، وأنه سبب للهلاك، كما كان سببا لهلاك الأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أهلك من كان قبلكم. وهل الشح هو البخل، أو أنه أشد من البخل؟ هو أشد من البخل، الشح هو أشد من البخل. ووجه ذلك ماذا؟ أن البخل هو أن يحبس الإنسان ماله عن أداء الواجبات التي في حقه، وأن يحبس الإنسان ماله عن أداء الواجبات التي في حقه. فإذا منع على سبيل المثال دفع المال في النفقة على أهله، فهذا دليل على ماذا؟ على البخل. وإذا منع المال في دفعه في حقوق الله جل وعلا كالزكاة، فهذا أيضا دليل على البخل. وأما الشح فهو أعظم من البخل، لأنه فيه معنى الحبس، حبس المال الذي في يده عن أداء الحقوق التي عليه، وفيه طمع النفس في أخذ المال الذي في أيدي الناس. واضح؟ إذن هو زائد على البخل في كونه أنه طمع على أخذ المال الذي في أيدي الناس. فالشح هو أشد من البخل، ولا شك أن الشح له مفاسد البخل وأعظم من ذلك. ويكفي في ذلك أن الشح سبب في ذهاب الفلاح عن حياة الإنسان، سبب في ذهاب الفلاح عن حياة الإنسان. من يذكر دليلا في هذا، في علاقة الشح بالفلاح؟ أحسنت. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث محمود بن اللبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر الرياء. هذا الحديث حديث عظيم، ولذا سنذكر فيه عدة مباحث. أول فائدة نقول: الحديث دليل على التحذير من الرياء
وبيان شدة خطره لخفائه ولذلك كان أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. والرياء هو إظهار الشخص العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدونه عليها. الرياء هو إظهار الشخص العبادة لقصد رؤية الناس. لاحظ أن مبدأ الأمر أنه يقصد أن يراه الناس ويحمدونه عليها. وهناك التسميع وهناك الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والتسميع والرياء بابهما واحد، إلا أن التسميع في الأقوال والرياء في الأفعال. التسميع في الأقوال قد يحسن الإنسان كلامه، قد يحسن طالب العلم كلامه أحيانا في مسألة على سبيل المثال، يقول: أنا سمعت هذه المسألة وقرأت هذه المسألة وقرأت فيها بحثا. وربما لو سئل الآن وقيل له: تستحضر شيئا من هذه المسألة؟ يقول: لا. ولكنه لن يسأله أحد، طبيعة الأمر لن يسأله أحد، لكنه من أجل أن يظهر عند الآخرين أنه قد مرت به المسألة وقرأ فيها الأقوال وعرف كل شيء. أو قد يكون أحيانا يقول: قد حضرنا درس بلوغ المرأة من أوله إلى آخره، قرأته كامل. أو يقول مثلا: حفظت كذا وكذا. لاحظ أن القصد ماذا؟ القصد أن يحمدونه أو يرونه أو يراه من يسمعه رؤيا تدل على أن عنده شيء وهو ليس عنده شيء في حقيقة الأمر. هذا يدخل في الأقوال أو في الأفعال؟ في الأقوال. هذا يسمى ماذا؟ تسميع. تسميع، من سمع سمع الله به. طيب، شخص لما رأى الناس مجتمعون ورأى أن الأنظار تلفت إليه على سبيل المثال، فنقول مثلا في مجمع من الناس أخرج نقودا ليتبرأ بها، هذا فعل أو قول؟ فعل، هذا رياء. شخص لما رأى من حوله حسن صلاته، هذا فعل أو قول؟ فعل، هذا رياء. وكلاهما باب واحد. وإذا أطلق الرياء فالمراد به سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأفعال. جيد. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حذر من هذا الخلق المشين، لأن فيه هدم للأعمال، ولأنه من صفات المنافقين أيضا. قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قبل ذلك قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ولذا الرياء محبط للأعمال على ما سيأتي في التفصيل، إن كان من أول عبادة إلى آخرها. قد يقول قائل: الناس يثنون علي في عمل من الأعمال. كان يعرف إنسان في طلبه العلم أو في حفظه للسنة أو لكتاب الله جل وعلا أو في الدعوة إلى الله جل وعلا أو في قيامه لليل أو في صيامه ونحو ذلك. يقول: هل معنى أنه إذا أثنى علي الناس أن عملي أصبح مكشوفا وأنه وقع في الرياء؟ لا. ولذا هذا العمل الناس فيه بين طرفين ووسط. طرف عنده من الوسوسة ما يعتبر كل شيء من قبيل الرياء، حتى أنه يترك بعض الأعمال يقول: لا، حتى ما أقع في الرياء. وعلامة البعيد عن الرياء هو الذي يخاف على نفسه من الرياء. فمجرد خوفك، الخوف العظيم من الرياء، هذا علامة على أنك لست من المراء حتى لو عملت هذا العمل أمام الناس. لأن يعني من الناس، وهذا يحدث كثيرا، تجد أنه معتاد على مثلا الوتر أو قيام الليل أو مثلا السنة، ويقول: أنا لا أريد أن أصليها الآن لأنه في فلان وفلان يروني، فيتركها. طيب، والآن ترك العمل من أجل الناس أو لا؟ وأيضا ترك العمل من أجل الناس هروبا من الرياء، ووقع في سيئة أخرى. وإنما الإنسان إذا كان من ديدنه أن يعمل هذا العمل ولا دافع له إلا أن
إلا أنه يخلص الله جل وعلا لا يهمه أن رآه الناس. لكن المراد في ذلك أن يكون القصد هو أن يعمل هذا العمل من أجل الناس. وإلا لو كان الناس على مثل هذا القلب الذي يخاف بهذه الصورة كان الناس ما جاءت المساجد، حتى ما يرون الناس أنني أصلي المساجد وأنني محافظ، وأنا ما فعل كثير من الطاعات بهذه الحجة. الشيطان يريد هذا، لأن الشيطان إما أن يجعلك ترائي، وإما أن يجعل خوفك من الرياء زائدا على اللزوم حتى تترك العمل. فهو له طريقان، فمحمدة الناس لك على عمل ما لا يدل على وقوعك في الرياء. ولذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الحديث رواه مسلم. طيب، قد يقول قائل: متى أعرف إذن؟ نقول: العمل إذا خلطه الرياء فهو على قسم. القسم الأول أن يكون الدافع للعبادة من أصلها مراءة الناس، فهذا ماذا؟ فهذا حابط عمله، لأن عمله مثل عمل من؟ المنافقين. طيب، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وهذا واضح. القسم الثاني أن يكون الدافع لعمله وجه الله تعالى، ثم طرأ عليه الرياء واطمأن له واسترسل معه، فهذا عبادته باطلة. هذا عبادته باطلة إذا كان آخر العبادة مبني على أولها. مرة أخرى، إذا قد يكون الدافع ماذا؟ الدافع وجه الله جل وعلا، لكنه أول ما كبر مثلا في السنة الراتبة أو الوتر طرأ عليه الرياء، بأن رأى هناك من يراه وهو يصلي فانصرف قلبه لتحسين هذه الصلاة عند الناس واسترسل مع هذا الرياء إلى آخر العبادة، إلى أن سلم وهو على هذه الحال، هذا عبادته باطلة إذا كان آخر العبادة مبني على أولها مثل الصلاة، فهي عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ذات وقال وفعل، فصلاة نقول باطلة لأنه استكان لذلك. أما إذا كانت العبادة آخرها غير مبنية على أولها فإنه إنما يبطل ما وقع فيه الرياء، مثل شخص وضع في جيبه 100 ريال أعدها للصدقة، ثم بعد ذلك هذه 100 مقسمة على ورقتين، كل ورقة من فئة 50، ثم رأى أناسا حوله وأراد أن يرونه وهو يدفع هذه 50 فدفعها، جيد، ثم بعد ذلك في موضع آخر أو في يوم آخر أو في مكان آخر دفع هذه 50 مخلصا لله جل وعلا، مع أنه أعد كل 100 للصدقة. هل 50 الثانية مبنية على الأولى؟ لا، ليست مبنية على الأولى، فنقول الأولى باطلة والثانية غير باطلة، فالأولى مردودة والثانية مقبولة بإذن الله تعالى. القسم الثالث أن يكون الدافع لعبادته وجه الله تعالى، ثم طرأ الرياء لكنه دافعه ولم يسترسل معه، وهذه هذا القسم قد يقع فيه كثير من الناس، وبعض الناس يضيق صدره ويقول: أنا عملي هذا وقع فيه الرياء، وعملي هذا غير مقبول ونحو ذلك. نقول: ما دمت تدافعه ولم تسترسل معه فإنه لا يؤثر على العبادة، فإنه لا يؤثر على العبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. فهو حدث نفسه، طرأ عليه الرياء، حدث نفسه، لم يعمل ويسترسل ويطمئن له وإنما دافعه، فهذا لا يؤثر عليه. القسم الرابع، هل تستطيعون أن تستخرجوا هذا القسم الرابع؟ نعم، أحسنت. أن يكون الدافع للعمل
وجه الله جل وعلا، ثم يطرأ الرياء بعد الانتهاء من العمل. شخص صلى ثم سلم من صلاته ولا يعلم من وراءه، فلما أراد أن يخرج من المسجد وجد أناسا ممن يحترمهم ويقدرهم ويتبادل معهم الاحترام، فاستحسن أنهم رأوا صلاته. هذا طرأ عليه الرياء ولا طرأ عليه الرياء؟ فنقول أن عبادته صحيحة ولا يؤثر عليها هذا الرياء، جيد، لكنه انتقل عمله من السر إلى العلن، جيد. طبعا بهذه الصورة التي مرت معنا قبل قليل، هو ليس له أي دافع في انتقال عمله من السر إلى العلن، لكن أحيانا الإنسان بعدما يتصدق وينتهي هو مخلص لله جل وعلا، والله أنا رأيت المسكين هذا وأعطيته 50 ريال بعد انتهاء من العبادة، هذا نقل عمله من السر إلى العلن، لكن عبادته في الأصل قد انتهت، هو مخلص فيها لله جل وعلا فعبادته مقبولة. من فوائد هذا الحديث نقول الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورحمته بهم، حيث خاف عليهم الرياء، بل هو أخوف ما يخافه صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إذن هناك شرك أكبر، إذن هناك شرك أكبر، والشرك الأكبر هو تسوية غير الله تعالى بالله جل في علاه فيما هو من خصائص الله جل وعلا. كان يصرف عبادة لغير الله جل وعلا، كان يذبح لله عز وجل ويذبح لغير الله جل وعلا، طيب، أو كان يدعو غير الله جل وعلا ونحو ذلك من العبادات، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، حابط عمله، مخلد في النار إن مات على ذلك. والقسم الثاني الشرك الأصغر، وهو ما دون الأكبر وما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو عدة أنواع أيضا، مثل الرياء، ولكن إذا قلنا الرياء نقصد به الرياء الطارئ، ليس الرياء الذي هو كرياء المنافقين أن يكون الدافع هو غير الله جل وعلا، فهذا رياء من قبيل الشرك الأكبر، هذا محبط للعمل، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا من أولها. ومثل الحلف بغير الله جل وعلا، فهذا من قبيل الشرك الأصغر. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو وإذا خاصم فجر. أول فائدة نقول الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث بيّن لهم علامات النفاق وحذرهم منها. الفائدة الثانية نقول حديث دليل على تحريم الكذب وأنه من علامات النفاق، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. هناك من يعرف الكذب بماذا؟ هو خلاف ما يعتقده السامع، بينهما فرق وليس بينهما فرق، بينهما فرق. إذا قلنا أن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فإن أي خبر تقول به وهو خلاف الواقع يعد كذبا. أما إذا قلنا أن الكذب هو الإخبار بخلاف ما يعتقده السامع، فإنني إذا قلت خبرا رأيت رجلا يطير على سبيل المثال، هذا على التعريف الأول كذب أو ليس بكذب، لكن هل السامع يعتقد أن هذا الكلام صحيح؟ لا يعتقد أن هذا الكلام صحيح، فإذا أنا ما خالفت اعتقاده، جيد، فعلى التعريف الثاني لا يعتبر كذبا الإخبار بخلاف ما يعتقده السامع. السامع يعتقد كما أعتقد أنا وأقول أنا أن هذا غير صحيح، لم أغشه بهذا، واضح؟ والتعريف الأول هو الذي عليه السلف رحمة الله تعالى عليه. ومن فوائد الحديث دليل على تحريم إخلاف الوعد وأنه من علامات النفاق، وسواء كان إخلاف الوعد يترتب عليه ضررا أو لم يترتب عليه ضررا فإنه يعتبر من إخلاف الوعد. بعض الناس يقول أنا ما ضريته، صحيح أنا لم آتي في نفس الموعد لكن أنا ما ضريته، ونقول
سواء ترتب عليه ذلك ولم يترتب عليه ذلك، فإن هذا كله من هذه الآية، آية المنافق. ولكن إذا ترتب عليه ضرر فهو أشد حرمة. لكن إذا كان خلافك للوعد بعذر معتبر فإن هذا لا يدخل في الحديث. إذا كان خلافك للوعد بعذر معتبر فإن هذا لا يدخل في النهي ولا يدخل في علامة المنافق، لأن العذر المعتبر إذا قلته للشخص الذي وعدته فإنك ماذا؟ فإنه سيطمئن لعذرك. ولا شك أنه أنك متى علمت بإخلاف الوعد وبدرت في الاعتذار وإخباره قبل ذلك فإن هذا هو الواجب عليك. لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يخبر الذي وعده على سبيل المثال بأنه لن يأتي إلا بعد فواته، فإنه حينئذ إن كان معذورا فلا بأس في هذا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم خيانة الأمانة وأنها من علامات المنافق، وأن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يؤدوا الأمانات، فقال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونهى الله جل وعلا عن الخيانة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانة ليست كما يزعم بعض الناس أنها حفظ لمال أو حفظ لشيء فقط، وإن الأمانة في الأقوال تقع، وتقع في الأفعال، وتقع في الأموال. فإذا أعطيتك مالا، أعطيتك سيارة، أعطيتك شيئا من متاع وقلت اجعله عندك أمانة احفظه، فإن هذا يعتبر من الأمانة التي لا بد أن تراعيها. قد تكون الأمانة في الأقوال، كان أعطيك سرا فلا تفشيه، وهذه أمانة لا يجوز لك أن تفشي هذا السر. وتكون أيضا في الأفعال، حينما أعمل عندك عملا وأعتبر هذا سرا لا أريد أن يعلم به أحد، فإنه لا يجوز لك أن تفشي هذا الفعل. ومن علامات المنافق أيضا: وإذا خاصم فجر. إذن الفائدة الأخرى أن نقول هذه دليل على تحريم الفجور في الخصومة، وأنه من علامات النفاق. والفجور في الخصومة هي أن يخرج عن الحق عمدا أو يميل إلى الباطل عمدا ويدافع عن ذلك، أن يخرج عن الحق عمدا أو يميل إلى الباطل عمدا وينافع عن هذا الأمر، فإنه حينئذ وقع في الخصومة، الفجور في الخصومة. الحديث الذي لي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث متفق عليه. أول فائدة أن نقول حديث دليل على حفظ الإسلام لعرض المسلم وتحريم سبه، سواء كان هذا بحضرته أو غيبته، وأن هذا من الفسوق. الفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. ويستثنى من ذلك ما إذا سبه ردا على سبه، لو أن شخصا سب آخر ثم الآخر رده، رد عليه السب بمثل ما سب، فقال له مثلا: أخزاك الله، ثم الآخر قال له: أنت أخزاك الله، كلاهما سب، واضح؟ كلاهما سب، لكن من الذي يأثم؟ الأول، أما الثاني فلا يأثم، بل إن إثم الأول والثاني على الأول، كما سيأتي في الحديث الذي بعد قليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان على ما قال، فعلى البادئ، يعني البادئ هو الذي عليه الإثم، ما لم يعتد المظلوم. إذا سبه زيادة على سبه فإنه يأخذ أيضا إثم، وسيأتي تفسير هذا الحديث وشرحه بإذن الله تعالى بعد قليل. لكن الذي لا بد أن نعرفه أنه ليس من سباب المسلم أن يرد الإنسان ويأخذ حقه، لكن بشرط أن لا يتعدى ولا يأخذ أكثر من حقه. فإن أخذ حقه فقط فهذا جائز، وإن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذا أفضل ولا شك.
لكن إن أخذ حقه فلا حرج في هذا. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وسيأتي بعد قليل مستبان ما قال: فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على تحريم قتال المسلم لأخيه وأن هذا كفر. وما معنى كفر هنا؟ أي أنه من أعمال الكفار، أنه من أعمال الكفار. وهنا قال قتاله ولم يقل قتله، وعلى أنه لو قتله أيضا فإنه لا يخرج من ملة الإسلام، فإن الشرع قد أثبت للمقتول حقا وهو القصص والدية، لكنه لا يثبت بذلك الكفر. فما المراد بالكفر هنا؟ المراد بالكفر أن هذا من أعمال الكفار، أو يقال أن هذا كفر أصغر. وما يدل على أنه ليس كفرا مخرجا من الملة قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم الله عز وجل طائفتان ونسبهما للمؤمنين مع اقتتالهم. طيب، أو يقال أن المراد الكفر المخرج من الملة إذا استحل قتاله، لأن من استحل شيئا حرمه الله عز وجل فقد كفر كفرا مخرجا من الملة. ما وجه ذلك؟ ها؟ جيد، تكذيب بالنصوص الشرعية، جيد. وأيضا أنه جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا، الله عز وجل يقول هذا حرام وهو يقول هذا جائز حلال. طيب، ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والحديث متفق عليه. من فوائد هذا الحديث نقول الحديث دليل على التحذير من الظن، والمراد بالظن المحذر منه هو الظن الذي لا تدل عليه القرائن. أما الظن الذي دلت عليه القرائن فإنه ليس من الظن المذموم، ليس من الظن المذموم، ولا يحرم، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، إن بعض الظن إثم. ما قال كل الظن، وإنما بعض الظن. إذن هناك جزء من الظن ليس من الإثم. ما هو ذلك الظن الذي ليس من الإثم؟ هو ذلك الظن الذي معه القرائن. قد ترى شخصا متلبس لآثار الجريمة ثم تظن أنه هو الذي وقعت منه الجريمة، هذا الظن ليس من الظن المذموم وليس من الظن المراد في هذا الحديث، وإنما هو من الظن الذي دلت عليه القرآن، فهو ظن جائز. وطبيعة الإنسان لا بد أن تقع منه ظنون على غيره، هذه طبيعة عند الإنسان لا بد أن تقع منه ظنون، ولذلك هذه الظنون إنما هي ماذا؟ إنما هي الظنون التي دلت عليها القرآن، فهي جائزة ولا حرج فيها. لكن الظنون التي لم تدل عليها القرآن الواضحة فهي المرادة في هذا الحديث. لماذا قال أكذب الحديث؟ أو لماذا اسمه حديث؟ الظن لماذا اسمه حديث مع أنه لم يتكلم؟ ما تكلم، هو يظن حديث النفس. أحسنت، لأنه من حديث النفس. طيب، لماذا شبه بالكذب؟ لأن الكذب إنما يستند على لا شيء، واضح؟ يقول الإنسان الخبر وهو لم يستند على شيء، وكذلك ظن السوء لا يستند على قراءة، لا يستند على قراءة، فهو شابه الكذب من هذا الباب أيضا. طيب، كيف؟ نعم، يقول إذا دلت القرائن هل يقطع بالظن؟ لا إشكال في هذا. هذا طبعا لابد أن ينظر في ذات القرائن هل هي قوية أو لا، وهل هذا الرجل معروف بهذا الأمر أو لا. أما قضية الأحكام فإنما تكون بالنظر للقرائن ولا تكون في الظنون. ولذلك إذا احتكم رجلان إلى القاضي فإنه يطلب من الأول البينة والقرائن، فإذا لم يكن هناك بينة لم يكفيه ظنه، يقول أنا أظن أن هذا الرجل هو الذي سرق ويشتكيه في المحاكم. جيد، القاضي لم يحكم على ظنه،
قال يقول له عندك قرينة حتى يكون ظنك مبني على قرار، عندك بينة، عندك شهود، هذه كلها من ضمن البينات والقراءة. إذا لم قال ما عنده شيء طلب من الآخر مدة عليها اليمين، قال تحلف أنك ما فعلت هذا الأمر، فيحلف فلا يحكم عليه بشيء. طيب إذا والمقصود بالظن أيضا هو الذي تستقر له النفس، ليس الذي يمر عارضا. بعض الناس يعني وهذا كثير يبتلى فيه الناس، تمر عليه ظنون عارضة لا يستجيب لها ولا تستقر في ذهني، فإن هذا من الظن الذي لا حرج فيه حتى لو لم يكن فيه قراء، لأنه هذا عابر لن يعمل، وإنما هو حديث نفس عابرة. طيب ومن فوائد الحديث أيضا نقول حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ذكر الحكم ذكر العلة، قال فإن، بعدما قال إياكم والظن قال فإن، ذكر العلة، فإن الظن أكذب الحديث. الحديث الذي أليه حديث معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على الزجر الشديد لمن غش رعيته ولم ينصح لهم، أن هذا من كبائر الذنوب، وهذا يتناول الإمام مع رعيته ويتناول الأب مع رعيته والمرأة مع أهل بيتها أيضا وأهل المناصب والمدراء وغيرهم مع من تحتهم. كل إنسان حمل أمانة فإنه لا بد أن يرعى حقها، فإنه داخل في هذا، فيتناول الولاة والأمراء والقضاة الجماعات والأفراد. طيب فلا بد لهم أن يرعوا هذه الرعية بالنصح لهم وتطبيق حدود الله جل وعلا، تحذيرهم مما حرمه الله جل وعلا. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه حرمان من غش رعيته الجنة، حرمانه من الجنة. كثير الذين يغشون رعيتهم، هل هو محروم من الجنة؟ أحسنت، ابتداء. طيب عندنا دخول مطلق وعندنا مطلق الدخول، أيهما أشد؟ فكر فيها، دخول مطلق للجنة ومطلق الدخول للجنة، أيهما أشد؟ مطلق الدخول. أحسنت يا أبا مطلق، مطلق الدخول. والدخول، دخول المطلق، لما نقول مطلق الدخول يعني حرمان تماما. طيب حرمان تماما لما نقول مطلق الدخول. أما الدخول المطلق المقصود به ماذا؟ الدخول مع أول الداخلين، أي أنه لا يطلق له الدخول في أول الأمر، وإنما يحرم في أول الأمر ثم يدخل الجنة بعد ذلك بعدما يعذب على غشه لرعيته. وقل مثل هذا في كثير من الأدلة التي دلت على عدم دخول الإنسان الجنة، لا يدخل الجنة نمام، ليس مقصود منه مطلق الدخول أنه لا يدخل أبدا حرمانه من ذلك، وإنما المقصود الدخول المطلق، أي أنه لا يدخل مع أول الداخلين، وإنما يكون دخوله بعد تعذيبه بمعصيته إلا أن يتجاوز الله جل وعلا عنه. لأن هذا الحديث وغير من الحديث هو من نصوص الوعيد التي لا بد أن تجمع مع النصوص الأخرى. طيب الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقط عليه، حديث أخرجه مسلم. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث دعا على من شق عليهم بأن يشق الله جل وعلا عليه. والفائدة الثانية في الحديث أن نقول الحديث فيه التحذير الشديد والوعيد الأليم لمن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم، سواء كان هذا في الولاية العظمى كالملك على سبيل المثال أو الوالي أو الأمير، أو كان ذلك في الولاية الصغرى كالمسؤول
على سبيل المثال أو الوزير أو من تولى أي منصب فشق على المسلمين، فإن الأمر إنما يرجع عليه، والجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث دليل على هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل، كما شق على المسلمين فإن الله يشق عليه. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم. كثير من الناس يذهبون إلى بعض الدوائر الحكومية ويقول هذا الإنسان معقد، هذا الإنسان شديد، وتجد أنه فعلا هو يعقد الناس بما ليس بحق فيشق عليه. هذا لا شك أنه تقحم أمرا عظيما. بعض الناس لا يستشعر أنه يريد شيئا يوم من الأيام تحصل مشقة شديدة وبالغة ولم يحصل على هذا الشيء، ثم يتذكر فإذا به يوم من الأيام قد شق على المسلمين في أمر ما. ينبغي الإنسان يتنبه لمثل هذه الآداب العظيمة، تنبه لمثل هذا الأمر، أن يكون سمحا، فإن السماحة دلت عليها نصوص كثيرة، بل شريعتنا شريعة سمحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى. السماحة مطلوبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أسمح الناس. والمشقة وتعقيد الناس وأخذ هذا المنصب بعلو وترفع ويعني القعود للناس بكل مكان وإشقاق الإشقاق عليهم، هذا إنما يشق على نفسه في مواطن كثيرة. فإن الإنسان مهما قوي في الدنيا إلا وعنده جوانب كثيرة من الضعف، والقوة الكاملة هي لله جل وعلا القوي سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. هنا تصحيف، فليتجنب، مكتوب فليجتنب، هي فليتجنب الوجه. الحديث دليل على نهي الضرب على الوجه مطلقا، وسواء كان هذا في الحدود أو التعزيرات أو التأديب، سواء كان ذلك على الإنسان أو الحيوان. كثير من الناس لا يبالي، يصفع ولده على سبيل المثال، وهذا وقع في الإثم. فالنهي عن ضرب الوجه جاء في صحيح البخاري ومسلم. وينبغي لمن يؤدب أولاده أن يتنبه لهذا الخلق السيء. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه بخلاف غيره من الأعضاء كالضرب على الظهر على سبيل المثال أو على اليد؟ لأن الوجه لسببين: السبب الأول لأن الوجه ظاهر، والعيب فيه يكون ظاهرا للناس، بخلاف لو ضربته مع ظهره. طيب، والسبب الثاني أن الوجه يحتوي على عدة أعضاء، فقد يتلف الإنسان بضربه عضو من أعضاء، إما العين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو الأذن ونحو ذلك. طيب، الحديث الذي يليه حديث خولة الأنصارية، أو قبل ذلك أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. الحديث فيه دليل على الحث على ترك الغضب، وليس المراد في ذلك الغضب الطبيعي، فالغضب الطبيعي يقع من كل الناس، لكن المراد به الغضب الذي يحمل صاحبه على أن يسترسل في غضبه فيحصل له من التصرفات مما لا يحمد عقباه. هذا هو المراد الذي يخرج الإنسان عن طوره. أما مطلق الغضب فإنه هذا ممتنع، لا بد أن يقع من كل الناس الغضب، وهذه سجية في الإنسان أنه وإن كان حليما لا بد أن يقع منه الغضب، لكن المراد فيه الاسترسال، وأن ينبني على هذا الاسترسال أفعال لا يحمد عقباه. والغضب جاءت النصوص السنة بالدلالة على علاجه في كثير من النصوص. أول نوع من أنواع علاج الغضب هو حمل النفس على ترك الغضب وكظم غيظها، والكاظمين الغيظ
ومر معنا في أول الدرس ليس شديد بالسرعة، وإنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه أي يقوى نفسه ويمسكها على ألا تسترسل في هذا الغضب. طيب، من حلول ذهاب الغضب ماذا؟ أعطوني. ها؟ الوضوء. الوضوء. يقول أهل العلم أن الغضب يورث حرارة في الجسم، والماء يطفئ هذه الحرارة. وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف أيضا، لكن يعمل الإنسان مثل هذه الحلول. وأيضا نعم أحسنت، تغيير الهيئة، وهذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحس بشيء أي من الغضب فليلصق بالأرض. وهذا الحديث أيضا في سنده ضعف، ولكن لا شك أن تغيير الهيئة ومفارقة المكان هذا من الحلول الناجعة المجربة. طيب، وأيضا أحسنت، الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فإن جاء في الصحيح أن رجلان استبى فغضب أحدهم على الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له: قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبي جنون. سبحان الله، الإنسان عند الغضب لا يملك نفسه أحيانا، والناس يتفاوتون في هذا، الناس يتفاوتون في درجة الحلم. طيب، هنا مسألة مهمة للغاية: هل تصرف الغضبان نافذ أو غير بنافذ؟ هذه مسألة مهمة، لأنها يتعلق فيها الطلاق، يتعلق فيها العتق، يتعلق فيها البيوع، يتعلق فيها الأيمان، يتعلق فيها أشياء كثيرة. هل فعل الغضبان نافذ أو غير نافذ؟ نعم أحسنت، هو فيها تفصيل، ونستطيع أن نقسم هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مبتدأ الغضب، مبتدأ الغضب هو الذي يعتري الإنسان، كل إنسان، هو الغضب اليسير الذي يعتري كل إنسان. بداية الغضب، دائما الغضب ما يأتيك من أول مرة يكون شديد للغاية، وإنما ينمو لأن الشيطان يسارع به. فمبتدأ الغضب دائما الإنسان يستطيع أن يتحكم في تصرفاته، فهذا بالإجماع تصرفه نافذ، فإن طلق طلاقه يقع، وإن باع بيعه يقع، وإن اعتق عتقه يقع، وإن أوقف شيئا فوقفه أيضا يقع. وقل مثل ذلك في سائر العقود، وهذا بالإجماع أن فعله نافذ، تصرفه نافذ. القسم الثاني منتهى الغضب، منتهى الغضب وهو الغضب الشديد الذي لا يدري الإنسان ما فعل، حتى أنه لما يقال له بعد الحادثة قلت كذا يقول: أنا ما أذكر قلت كذا، وأنا ما نبوعي حقيقة، ما أدري ماذا أقول، ما أدري ماذا فعلت. وهذا بالإجماع أن تصرفه لا ينفذ، فإن طلق لا يقع طلاقه، وإن اعتق لا يقع عتقه. وقل مثل ذلك في سائر العقود. والقسم الثالث هو ما بين هذا وهذا، وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس، وكثير من مسائل الطلاق إنما تدخل ضمن هذا القسم. يأتي شخص يقول: أنا طلقت زوجتي ولكني طلقتها أنا غضبان. وهل يوجد شخص يطلق زوجته وهو يضحك؟ هذا الغضب، نقول مجرد الغضب لا يعني ذلك، لكن تقدير الغضب هو الذي ينبني عليه الحكم. فيبدأ القاضي يسأله عدة أسئلة ليرى هل هو من الناس الذي يتصرف في غضبه أو لا. أنت مستشعر ما تقول؟ أقول: أنا مستشعر وأنا أستطيع أملك نفسي وأستطيع، لكنني غضبت، وأنا مرة ومرتين وثلاث مرات حصلت بيننا مشادة وسوء تفاهم، ومسكت نفسي مرة ومرتين، لكن هذه مرة أنا حتى تتأدب أنفذت غضب. هذا تقول له ماذا؟ يقول له القاضي: هذا غضبك وطلاقك في حال هذا الغضب يقع، واضح؟ لكن يأتي شخص يقول: والله أنا ما أعلم بحالي. فإن هذا من منتهى الغضب، لكن هناك
تقدير في الغضب لا يمكن أن تجعله لا في مبتدأ ولا في منتهى الغضب، أنا بين هذا وهذا. فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل تصرفه ينفذ أو لا، سواء عتق أو وقف أو طلاق أو غيره، هذا فيه خلاف، وهذا راجع لمن؟ للقاضي. يقول شيخ الأمزهيمي رحمة الله تعالى عليه عن هذا القسم، يقول والصحيح أن قوله غير معتبر، لأنه يقول القول وهو غير مريد له، قد ضغط عليه، يعني الغضب قد ضغط عليه، ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع، وكذلك لو أعتق عبيده فإن العتق لا يقع، ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ، ولو باع شيئا فلا ينفذ. هذا التقسيم مهم للغاية في معرفة كثير من العقود هل تنفذ أو لا تنفذ، لكن مع ذلك يقول طالب العلم لا يتسرع في مثل هذا الأمر. وكثير من يسأل عن طلاق إنما النساء يسألون أكثر من الرجال، لأن الرجل يطلق ويذهب، ومن خلال كثير من الاستفتاءات التي وصلت أكثر ما يسأل عن هذه المسائل النساء، ومن الصعب أن تحكم لها بشيء، لأن الذي غضب من؟ الرجل الزوج، وتقدير الغضب هو الذي ينبني عليه وقوع الطلاق من عدم وقوعه، ولذا لا أحسن من أن يحال مثل هذه المسائل على القاضي فيقابل نفس المطلق ويسأل عدة أسئلة حتى يستطيع أن يعرف درجة الغضب الذي عنده، ثم بعد ذلك يحكم في قضية طلاقه. لكن التقسيم السابق فقط هو من باب الإيضاح لطالب العلم، وتقسيم الحالات التي ترد على الغضب. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أنه ينبغي للمجيب أن يمتثل الحكمة في الجواب، في جواب السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل قال أوصني، أصاب ماذا؟ لا تغضب. لكن لو بحثت عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لآخرين لوجدت غير هذه الوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل شخص بما يناسبه، وهكذا ينبغي. أحيانا تسأل ما هو أفضل كتاب، لو قلت لكل شخص أفضل لك فتح الباري، هل هذا الجواب جواب حكيم؟ لا، قد يكون هذا فتح الباري مناسب لشخص وغير مناسب لشخص آخر، وإنما تجيبه على حسب حاله. جيد، قد هذا يناسبه القصص ولا يناسبه من الكتب العلمية المتينة شيء. قد يأتيك شخص ويقول أوصني بوصية في الأعمال الصالحة، وأنت تعرف أن هذا الشخص مقصر مع والديه، فأنت لا توصيه بالذكر، أوصيه بماذا؟ ببر الوالدين، على حسب ما سأل. قد يأتيك ابنك أو أخوك الصغير ويسألك عن شيء، فأنت تجيبه على حسب حاله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين، وهذا من الحكمة في الجواب. طيب، ومن فوائد الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير، من ذلك طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، هذا معروف عند الصحابة، يطلبون من الغير الوصية. وأنت إذا رأيت شخصا صاحب علم، صاحب عبادة، له سابقة، إمام من أئمة المسلمين، فاستغل هذه الفرصة أن يوصيك وصية، لأنه سيعطيك وصية جامعة. ثم الحديث الذي يليه هو حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا الحديث فيه عدة فوائد وفيه فائدة جوهرية، وهي نقول الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يتصرفون في الأموال بالباطل، سواء كان ذلك في كسبهم محرم أو في صرفهم الأموال فيما حرم الله جل وعلا، وسواء كان تخوضهم في الأموال الشرعية كأموال الزكاة والنفقات وأموال بيت مال المسلمين وغيره، أو كان ذلك في الأموال الحرة للفرد وغيره، كان يأخذ مال غيره يسرقه أو يخونه في ماله ونحو ذلك. ثم الحديث الذي يلي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أولا نقول الحديث دليل على تحريم الله تعالى الظلم على نفسه، وحينما يحرم الله جل وعلا الظلم على نفسه ليس معناه أنه عاجز عن ذلك، ولكن لثبوت كمال ضد هذه الصفة فإنه جل وعلا متنزه عن الظلم،
لثبوت كمال عدله جل وعلا، وحرم على نفسه الظلم لبيان شؤم الظلم أيضا. والله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء. قال الله جل وعلا في إجابة على نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه. طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم الظلم وقبحه. وسبق أن الظلم يقع على ماذا وماذا وماذا؟ في ثلاث أمور يقع عليها فيها الظلم، تقدم معنا في أول الدرس. نعم عبد الله، أحسنت، في الأموال والأعراض والأنفس. وجاءت نصوص كثيرة في بيان شؤم الظلم. قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والأدلة في شؤم الظلم وبيان عقوبته كثيرة. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث فيه إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ قلنا صفة العدل مرت معنا قبل قليل، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إثبات صفة ماذا؟ الكلام، أحسنت، صفة الكلام لله جل وعلا إثباتا حقيقيا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير من غير تشبيه ولا تكييف. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه إثبات صفة أخرى لله جل وعلا، مر معنا العدل، مر معنا الكلام، وهناك صفة أخرى. ها؟ نعم، النفس، إثبات صفة النفس، إني حرمت الظلم على نفسي. وهل النفس هي شيء زائد على الذات، ذات الله جل وعلا؟ لا، النفس هي الذات، النفس هي الذات، وهذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وأيضا لغة العرب. طيب، ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أول فائدة في الحديث أن نقول حديث دليل على تحريم الغيبة وأنها من سيء الأخلاق. والغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذكرك أخاك بما يكره. طيب، على هذا التعريف لو ذكرت أنت أخاك بما يكره في نفس المجلس أمامه، أليس ينطبق على هذا التعريف تعريف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ذكرك أخاك بما يكره. الآن هو أمامك وتذكره بما يكره، أليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن المعهود والمعروف عند الناس اليوم ماذا؟ أن الغيبة في حال الغيبة، وهذا هو الصحيح. طيب، حال الأذان، نكمل بعد الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله.
طيب نقول مرة أخرى نقول مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الغيبة في حال غيبة الإنسان. على هذا التعريف أنك إذا ذكرت أخاك بما يكره وهو أمامك فأنت قد وقعت في الغيبة التي جاءت في هذا التعريف. ولذا بعض العلماء قال أن ذكرك أخاك بما يكره حال حضوره يعد من الغيبة. والأظهر والله أعلم هو ما شاع عند الناس اليوم، وهي أنها تقع في حال غيبته، لأن هذا مأخوذ من لفظ الغيبة، وهذا عليه قول أئمة اللغة وأكثر أئمة الشرع أيضا، وأنه في حال غيبته، لأن الشريعة يعني هذا يعني الترجيح هذا من بابين. الباب الأول الباب الشرعي، وهو أنه نصوص كثيرة جاءت في بيان أن ذكرك أخاك بما يكره حال حضوره هذا من قبيل السباب والشتم التي جاءت في النصوص. سباب المسلمي فسوق وقتاله كفر. والباب الثاني من حيث التعريف اللغوي، وأيضا هو قول أكثر الأئمة. أئمة اللغة متفقون على أنه في حال الغيبة، وأكثر أئمة الشرع على أنها في حال الغيبة. وجاء الوعيد الشديد لهذا الخلق الذميم الذي توسع فيه الناس اليوم، ونقع في هذا الخلق الذميم أصبحنا نقع فيه من حيث لا نشعر. والله جل وعلا نهى في كتابه عن ذلك، وقال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لاحظ هذا التصوير العظيم في هذه الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كما أنك نهشت من عرضه حال غيبته. فسمى الله عز وجل الغيبة هنا وصورها في قضية ماذا؟ أنك تأكل من لحم أخيك كما أكلت من عرضه. والجانب الثاني في التشبيه أنه في حال غيابه، تكلمت عليه في حال غيابه، وهو الآن تأكل منه في حال موته، في حال موته. والجانب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما وجود الكراهية، واضح، فعوقبت بهذا أيضا، فقال الله جل وعلا فكرهتموه. من هذه الثلاث جوانب صار التصوير هنا والتمثيل في بيان بشاعة الغيبة لهذه الصورة التي ذكر الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث أنه يجوز قرن اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه جل وعلا. هذا يؤخذ من أين؟ الله ورسوله أعلم. طيب ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال شخص ما شاء الله وشئت، فقال له وجعلتني لله ندا؟ متى نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ نعم، في موضع الإخبار. طيب لفظة الإخبار لفظة واسعة، قد يخبر الإنسان عن حكم، وقد يخبر الإنسان عن شيء مثل المشيئة ووقوع الأمور مثلا، لكن تحتاج إلى عبارة أدق من هذا. لا، أنت قلتنا إلى فائدة أخرى. يجوز أن يقول الإنسان الآن نعم، لا حرج، لا حرج، لو سئل عن شيء وقال الله ورسوله أعلم
لا حرج. لماذا؟ لأن الشريعة تمت بعد موت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأي حكم شرعي فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من علم الله جل وعلا بالوحي. صحيح أن هناك خلاف في هذا الأمر، لكن الصحيح أنه يجوز. يقول الإنسان حتى الآن إذا سئل عن شيء يقول الله ورسوله أعلم، لا حرج. ومن أفتى بجواز ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. نعم. موضع التعليم. موضع التعليم. العلم من خصائص الله جل وعلا. الإنسان له مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا، وله علم تحت علم الله جل وعلا، صح؟ الجواب في ماذا؟ في مثل هذا الإشكال أن يقال أن ما كان متعلقا بالأمور الشرعية فلا بأس أن يقول الله ورسوله الله ورسوله، وما كان متعلق بالأمور القدرية كالمشيئة والخلق وغيرها والصنع ونحو ذلك فإنه لا يجوز التشريك حينئذ، لا بد بمجيء ما يدل على الترتيب. طيب، وهنا قوله الله ورسوله أعلم هذه من الأمور الشرعية، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من علم الله جل وعلا، وهو وحي كما أن قوله جل وعلا وحي أوحاه الله عز وجل. أما في الأمور القدرية فإنه لا بد أن يؤتى بثم، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ذكرك أخاك، هذا فيه فائدة ماذا؟ أن من ليس بأخ لك لا بأس من غيبته مثل الكافر، واضح؟ استدل بعض أهل العلم على أنه يجوز أو تجوز غيبة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك وهذا ليس بأخوك. ومن أهل العلم من فرق بين الكافر الذمي والمحارب، فالمحارب تجوز غيبته والذمي لا تجوز غيبته. وعلى كل حال لا شك أن غيبة الكافر ليست كغيبة المسلم، ولكن ينبغي أن يتنبه الإنسان أن لا يقوده أو تقوده غيبته لهذا الكافر على ظلمه، فإن الظلم محرم حتى على الكافر. يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والكافر عبد من عباد الله جل وعلا. طيب، ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شوقهم بقوله فقال أتدرون ما الغيبة، سألهم سؤال. أنت حينما تسأل شخص سؤال فإن هذا فيه تشويق له، قالوا قلنا الله ورسوله أعلم ثم أخبره. هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم صبره على مناقشة غيره. فماذا قال له الآخر؟ أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ بعض الناس ينهر السائل يقول لا تناقشني، أنا قلت لك قال الله وقال رسوله. طيب، هو ربما لم يعني يفهم هذا الجواب أو لم يتنبه للاستدلال. بعض الناس ينهر السائل، وهذا من سوء التعليم، ينهر السائل إذا سأله. انظر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، راجعوه، قال أرأيت إن كان فيه ما أقول. مثل ما يأتيك شخص ويسألك سؤال فتقول هذا ما يجوز، يقول لك هو يستاهل، واضح؟ الصحابي هنا ماذا يقول؟ أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني ما ظلمته، أنا قلت فيه شيء صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. ومما يدل عليه حديث على تحريم البهتان، والبهتان هو ما جمع الغيبة والكذب، ما جمع الغيبة والكذب. ومن فوائد الحديث أن نقول المعتبر في الغيبة هو كراهة ذلك الشخص لهذه المقولة وليس العرف، وليس العرف. أضرب لك مثلا، أحيانا يأتي شخص هو كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن تقول عنها عجوز، واضح؟
عرف الناس أن هذه عجوز صح، لكن لو قلت لها من ورائها وهي تكره هذه العبارة. فالاعتبار في الغيبة هو ما يكرهه الشخص للعرف، لا بد أن يتنبه لمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره ليس بما هو معروف كراهته في المجتمع. أحيانا يكون هناك بعض العبارات ربما غير مكروهة في عرف المجتمع، لكنها إذا أطلقتها على شخص هو يكره هذه الصفة. جيد، أضرب مثلا شخص يعاب عليه أنه دائما متحمس. جيد، قبل أن أقول لك أنه يعاب عليها أنه دائم متحمس، لما نقول لك مثلا الحماس أليس سلوك جيد ربما يدفعه لأشياء كثيرة هي جيدة، وهو أيضا قد يدفعه لأشياء غير جيدة، لكن بالاعتبار العام أن الحماس ليس شيئا مذموما على الإطلاق. جيد، لكن شخص لما يقال له دائما أنت متحمس عندك حماس ويذم على هذا، فلما يذكر من ورائه أن فلان متحمس، هذه غيبة وليست بغيبة؟ غيبة لو نظرناها في نظر العرف ربما لا تكون غيبة، لكنها في نظر الفرد يكرهها ولا يكرهها هذا تنبيه مهم لا بد أن يعلم. بعض الناس يقول أنا والله ما قلت إلا الصحيح، وبعض الناس يقول لا هذا عادي ما يزعل منها، أو ما قلت شيء يزعل. لا، إذا كان يكره أنا ولا يجوز. طيب أضرب لك مثلا آخر، لو تقول لشخص عنه مثلا شخص سيد في قومه، هذا شيء ممدوح أو ليس ممدوح؟ أو رئيس، شيء ممدوح أو لا؟ عرفة ممدوح. طيب لكن تصور أن هناك شخص دائما نعيب عليه بأنه يحب الرئاسة ومترأس، وإذا جاء قلنا جاء الرئيس، ها؟ نقوله على وجه العيب وليس على وجه العيب. لو أنه ليس موجودا عندنا في الجلسة ثم قالوا فلان، قال فلان الرئيس هو يكره هذه اللفظة ولا يكرهها؟ يكرهها لأنه يعاب فيها، لكنها في العرف ماذا؟ في العرف أنها ليست مكروهة. اتضح؟ هذا الأمر مهم، وهذا التنبيه مهم قد يقع فيه كثير من الناس في الغيبة من مبدأ أنه عرفا هذا ليس بسوء. طيب معنا وقت نأخذ الحديث الذي لي، بقي كم؟ 5 دقائق. طيب نأخذ الحديث الذي لي. ها؟ طبعا هناك مواضع تجوز فيها الغيبة، ولكن مثل ما ذكرنا في أول الشرح أننا نأخذ الفوائد المتعلقة بذات ألفاظ الحديث، لأننا في الدرس الواحد نأخذ 20 حديثاً 15 حديثاً، وعمدا لا نتطرق للمباحث لا تخص هذا الحديث، وسيأتي بإذن الله تعالى بعض المواضع التي تجوز فيها الغيبة كالاستفتاء وكالنصيحة وكالتحذير وغيرها من المواضع التي ستأتي بإذن الله تعالى. كيف؟ أي نعم، 106. طيب نأخذ الحديث الذي يليه، أو عندكم إذا كان عندكم أسئلة نتوقف، إذا لم يكن هناك أسئلة نأخذ الحديث الذي يليه بما تبقى من الدقائق. طيب نعم. طيب هذا سؤال جيد، يقول بعض الناس يقول فلان عندك مثلا، بعضهم يسميه يقول حل مفتوح، تكلم بما تشاء، واضح؟ وهل لي أنا أتكلم بما أشاء؟ لا، لأن غالبا من يقول هذا إنما دفعته العواطف لمحبته لك، لكن أنت بنفسك تتأكد تمام التأكد أنه يكره بعض المواضع التي تقولها، وإذا ينبغي التنبه من هذا أيضا، ولا يعني أن فلان لا يزعل، إذا علمت علما يقين أنه لا يغضب من هذا الأمر فلا حرج، لأن الأمر متعلق بكراهته. شخص لا يكره أن يقال له هذه اللفظة في أي مكان ما فلا حرج من قولها، لا حرج من قولها. لماذا؟ لأنه لا يقع عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، هو لا يكره هذا الأمر، لكن أن يكون الأمر مفتوح على مصراعيه هذا في الغالب أنه لا يقع على واقعه،
قد الإنسان يكون تحمله العواطف أو محبته، لكن يقول لك أنت مسموح لو تتكلم علي في أي مكان، بينما هو لو اطلع عليك في المواضع التي تكلمت عليه فيها لما رضي كثير منها. ولذا هذا لا يسوغ الغيبة، هذا لا يسوغ الغيبة. طيب، الحديث الذي يليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. هذا الحديث في عدة فوائد نأخذها وما يحتاج إلى تفصيل نفصله. الفائدة الأولى، الحديث دليل على تحريم الحسد، وتقدم الكلام على الحسد في أول الدرس. أول حديث في الباب الذي معنا اليوم هو الكلام عن الحسد. الفائدة الثانية، نقول الحديث دليل على تحريم التناجش، والنجش يقال النجش بإسكان الجيم ويقال النجش، كلاهما صحيح. هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد ماذا؟ إما نفع البائع أو مضرة المشتري. شخص تاجر يبيع أجهزة، عرض هذا الجهاز للبيع وقال ماذا تقولون فيه؟ قال الأول 1000 ريال، وقال لشخص صاحبه معهم قال إذا رأيت أن السعر وقف على مبلغ معين زد في السعر حتى لا يأخذها هذا الأول فتضر به، أو يزيد على سومتك فتضر به أيضا من وجه آخر، أو على أقل تقدير تنفعني فلا تباع هذه السلعة بهذا السعر، فيزيد قل 1100 وهو لا يريد شراءها. هذا لا شك أنه دخل في هذا المنهي عنه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم التباغض بين المسلمين، لأن الله تعالى في نصوص كثيرة أمر بالمحبة والتواد، والمقصود في التباغض هو التباغض في الأمور الدنيوية، أما التباغض في ذات الله جل وعلا في الأمور الشرعية فهو من أوثق عرى الإيمان، فقد يبغض الإنسان على مجاهرة المعاصي وعلى فسقه وعلى بدعته، وهذا لا يدخل في النهي، كبغض أهل الفجور وأهل البدع وغيره. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن التدابر، والتدابر قسمان، تدابر الأبدان وتدابر القلوب، وكلاهما يدخلان في النهي. تدابر الأبدان كان إذا حضر فلان في المجلس أنا خرجت من هذا المجلس وليه دبري، وتدابر القلوب أن يكون فلان وفلان في نفس المجلس لكن القلوب متنافرة لا تتكلم مع بعضها البعض، هناك تهاجم، هذا تدابر القلوب. وإن شئت فقل تدابر حسي وتدابر معنوي. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه. يأتي شخص لآخر دخل وقال بكم هذه السلعة؟ قال ب10 ريالات، ثم يدخل عليه ويتسمع ويقول أنا أبيعك هذه ب9 ريالات، هذا لا يجوز. وهل من النهي أن يشتري على شراء أخيه؟ نعم، يدخل في هذا. كان يأتي شخص معه سلعة ويريد أن يعرضها على هذا المحل ليشتريها، يقول تشتري مني هذه السلعة؟ يقول نعم. كم تشتريها؟ قال أشتريها ب100 ريال. يأتيه الذي بجانبه، أنا أشتريها منك ب150 ريال، هذا أيضا لا يجوز ويدخل في هذا النهي، سواء باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه. ومن النهي في هذه الصورة أيضا السوم على سوم أخيه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه كما جاء في صحيح مسلم، وهذا إنما يكون بعد التزايد واطمئنان النفس للبيع. مثلا ليس منه السوم الموجود الآن في الحراج وغيره، كان مثلا أنا أبيع هذا الجهاز أقول بكم تشترونه؟ يقول شخص ب1000 ريال، من يزود؟ يقول الآخر ب1100، من يزود؟ يقول الآخر ب1200. هذا السوم جائز لا بأس به، لكن إذا استقر السوم ولم يتبقى إلا البيع، ثم قال شخص أنا أشتريه ب1500 ريال، ثم قلت له نصيبك، ثم أردنا الآن إحقاق البيع، جاء شخص إليه وقال أنا أشتريه منك ب1600، هذا لا يجوز،
فالمقصود بالنهي عن سوم أن يسوم الإنسان على سوم أخيه هو بعد استقرار البيع وقبل الدفن. طيب، وكذلك الإجارة على إجارة أخيه هذا لا يجوز. كان يستأجر من شخص ويقول له أنا أؤجرك مثلها بكذا، فإن هذا لا يجوز. طيب، بعض العلماء قال هذا لا يجوز حتى بعد إتمام البيع. لو أنا اشتريت منك هذه القطعة ب10 ريالات وانتهى البيع وأخذتها لبيتي وقلت لك بكم اشتريتها؟ قلت ب10 ريالات. الآن ليس لي أن أعيد هذه السلعة لأن الخيار انتهى. جيد، بعض أهل العلم قال لا يجوز حتى تقول له لماذا تشتريها، أنت مغلوب، لو جئت إلي أنا أبيعها عليك ب9 ريالات. يقول هذا أيضا يدخل في هذا النهي. لماذا؟ لأن هذا من شأنه أن يدخل الكراهية والحق على البائع الأول والنظر إليه بنظر ماذا؟ الاستغلال والغش ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث، الحديث في الحث على الأخوة الإيمانية ولو تباعدت الأوطان واختلفت الأجناس وكونوا عباد الله إخوانا. ومن فوائد الحديث أيضا الحديث دليل على حرمة ظلم المسلم لأخيه وخذلانه بأن يترك نصرته واحتقاره بأن يستصغره، وكل هذا من معاول هدم الأخوة. فالإنسان أحيانا يحتاج إلى نصرة أخيه حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يظن أن النصرة فقط في قتال الكفار، لا، النصرة تبقى حتى في أمور الخير الأخرى التي هي دون ذلك. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما يسب أهل الحسبة وينال منهم وينتظر من ينتصر منهم، فينبغي أن لا تأخذ له وأن تنتصر له، فإن هذا فإن ترك نصرتهم في هذا الموضع من الخذلان ومن تشويه الصورة كما هو واقع اليوم. وكذلك الاحتقار، قد يكون احتقار قلبيا أو يكون لفظيا، يعني قد تستصغره في قلبك وقد تقول قولا أو تفعل فعلا يدل على احتقارك له. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن محل التقوى والصلاح والقلب رحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرار. وتقدم معنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، فالأصل فيه العصمة، لا يجوز لك أن تتعدى لا على عرضه ولا على نفسه ولا على ماله. وآخر فائدة في حديث اليوم أن نقول الحديث دليل على كمال الإسلام حيث اهتم بأصل الأخوة ونهى عن أشياء كثيرة. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد وعن النجش وعن التباغض وعن التدابر وعن البيع على بيع أخيه وعن احتقاره وعن ظلمه وعن خذلانه وعن الاعتداء على ماله وعرضه ونفسه، كل ذلك ماذا؟ لبيان أصل الأخوة والترابط بين المسلمين. كل هذه الألفاظ التي جاءت الكثيرة في الحديث إنما هي للحفاظ على مبدأ الأخوة العظيمة، وهذا أصل عظيم ينبغي أن لا نهدمه لمجرد خلافات بيننا. اليوم كثير الخلافات بين أبناء العمومة والجيران والقرابة والأصدقاء، ويهدم الأصل العظيم التي جاءت فيه نصوص كثيرة وهي أصل الأخوة لمجرد اختلاف بسيط أو لمجرد خلاف في مسألة شرعية، هو يرى كذا وهو يرى كذا فينصب له العداء وربما يتهمه بالبدعة والفسق والضلالة وإلى غير ذلك، وهذا ما ابتلي به أهل هذا الزمان صلى الله عليه وسلم والعافية. ولذا الإسلام حرص على تكميل مبدأ الأخوة فنهى عن أشياء كثيرة تخل بهذا المبدأ العظيم. صلى الله عز وجل يجعلنا من عباده المتحابين المتعاطفين المتودين فيه سبحانه وتعالى. وبهذا ننتهي من شرح الحديث 17 في هذا الدرس، ونكمل بقية الباب بإذن الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.